يقول السائل: قبل 7 سنوات صدمت طفلا بسيارتي فتوفي الطفل على إثرها، ما هو الواجب في حقي الآن؟ ما دام انك صدمته ومات من اثر الصدمه فهذه جنايه، يجب عليك الدية والكفاره، دية قتل الخطأ ودية والكفاره، وهي عتق رقبه، فان لم تجد فانك تصوم شهرين متتابعين، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. نعم.